رغم أن المنطقة الصناعية لتلمسان تحولت إلى قاعات للحفلات عوضا عن التصنيع والإنتاج، فإن تجربة مصنع إنتاج الورق تعترضها الكثير من العراقيل البيروقراطية. فهذه الوحدة التي بلغت استثماراتها في إنتاج الورق أكثر من 22 مليار سنتيم، ها هو عتادها عرضة للتلف بسبب رفض الإدارة المحلية تأجير مستودعات لصاحب الاستثمار. وحنا المشكل الاول تاعنا هو المقر، والمقر اللي رحنا فيه في هذه الساعه الكونترا تاعها راه ماشي تكمل نورمالمون هذا في هذا واحد الثلاث شهور ولا اربع شهور، وما عندناش مقر واحد اخر، وعندنا دو شان فيهم كل وحده فيها 50 متر رحنا نخدموا بها في هذه الساعه، ترفد 40 خدام حتى ل 50 خدام في 8 ساعات، ورعنا آلة واحدة أخرى راها في الخارج معرضة للشتاء حتى هي. استثمار من شأنه تقليص فاتورة استيراد الورق من تركيا وتونس والسعودية والصين وألمانيا وغيرها من الدول المصدرة لهذه المادة، كما أن مناصب الشغل التي يوفرها هذا الاستثمار الخاص أصبحت مهددة هي الأخرى. والآلات اللي راكم تشوفوها قدامكم هذه كلفتني قريب 10 ملاير سنتيم، وراه تشوفها راه معرضه ما صبش مكان، وهذه على الاقل نخدم بها 50 منصب شغل كما راكم تشوفوا. ها شوف هذا الماتيريال اللي راه عندنا هنا برا، هذا يستهلك 7000 طن من الورق في السنه حتى 10000 طن، ونستوردوا هذا الكاغت نستوردوه من تونس ومن السعودية ومن إسبانيا ومن تركيا. ومن الواضح جدا أن تعليمات الحكومة لم تجد طريقها بعد للتجسيد لدى السلطات المحلية بتلمسان التي تحوز على حظيرة هامة من المستودعات المغلقة والأخرى التي يستغلها أشخاص لا علاقة لهم بالاستثمار والاقتصاد.